نعم عبد الله، ونحن نتحدث وياك نشير إلى الأخبار العاجلة. كتاب القسام تقول استهدفنا حشودا لقوات الاحتلال شرق مستوطنة مغين برشقة صاروخية، ومغين برشقة صاروخية. عبد الله، أريد أن أسألك، هل هناك من أي معلومات متوافرة لديكم؟ هل هناك أي شيء يصلكم ميدانيا؟ وخاصة يعني كان معنا أيضا صحفي من الشمال وقال بأن هناك اشتباكات تدور في عدة محاور في شمال وفي مدينة غزة أيضا. يعني منذ الصباح الجيش الإسرائيلي يتعرض لعمليات اشتباك ومناوشات، كانت هناك مناوشات في هذه المناطق، لكن الاشتباكات تحدثها في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. نحن نتحدث أحمد عن اشتباكات اشتدت منذ ساعات الصباح في المناطق الشمالية في محاور عدة، خاصة في مناطق الجبالية وأيضا منطقة بيت حنون وهي المحور الشمالي الشرقي لمدينة غزة. كما أيضا أفتنا أو علمنا عن أن الاشتباكات تدور رحاها في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، وتحديدا في منطقة أسوام ومناطق الشيخ رضوان وغيرها من المناطق التي تتواجد فيها أصلا آليات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الاشتباكات لم تتوقف منذ انتهاء التهدئة، وحتى هذه الساعة لا تكاد تمر ساعة دون أن تكون هناك اشتباكات عنيفة وكبيرة في هذه المنطقة. الآن تجدد القصف المدفعي أحمد على المنطقة الشرقية، ولكن هذه المرة إلى الشرق من منطقة المغازي ومنطقة البريج وسط قطاع غزة. هذه مناطق قريبة نوعا ما من الحدود. الآن تجدد القصف المدفعي في هذه المناطق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نعود إلى الاشتباكات التي لا زالت حتى الآن مستمرة، ومن حين لآخر تصل البلاغات العسكرية الصادرة عن كتائب القسام أو سرايا القدس أو حتى بقية وسائل المقاومة، والتي تقول بأنها استهدفت حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وألياته، إما بقذائف الهام أو بالصواريخ الموجهة. وهو يعني ربما ما أعطى مؤشر على كيف استدعى الجيش الإسرائيلي الطائرات المروحية أو الطائرات الحربية في عملية في تكثيف القصف الجوي والقصف المدفعي في بعض المناطق التي حاولت الآليات العسكرية إما التقدم فيها أو إعادة الانتشار فيها والتقدم مجددا باتجاه بعض المواقع والمناطق في داخل المنطقة الشمالية من قطاع غزة.